هذه الشخصية تميزها استثنائيتها في حقيقة الأمر جعلتها في موضع وموقع الحسد والحنق والحقد من قبل أمراض النفوس، حتى اجتمع هؤلاء منذ القدم على محاولات متتالية قد بذلت فيها الطاقات والجهود والأقلام والأموال بل والأنفس في سبيل إخماد نور هذه الشخصية، ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. تلوح معالم مشروع متكامل ابتدأ منذ القدم، يعني مو في عصرنا هذا، وإن كنا نعيش في حقيقة الأمر والواقع العديد من آثار هذا المشروع لاتصاله وتواصله وامتداده إلى هذا الزمان بعد أن أسس إليه الأولون، فعاش غبه الآخرون أو الآخرون. مشروع حاول أن ينقص بكل ما أوتي من قوة قيمة النبي صلى الله عليه وآله في أعين وأعمار الآخرين بقدر ما تمكن أن ينال من قدسية هذه الشخصية ومن احترامها، وقد جاء ذلك في عدة صياغات متتالية متتابعة إلى أن كانت النتيجة للأسف الشديد أن تجهل هذه الشخصية من ملايين يدعون أنهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنهم ينزلونه منزلا دون مقامه بأضعاف المرات، غاية ما يعلمونه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رسول من رب العالمين، ولكن مقتضيات إرسال شخصية معينة من قبل الله عز وجل وما يعنيه ذلك، فإنه كان ولا زال مجهولا بالنسبة إلى هؤلاء بعد أن عاشوا تحت تأثير هذا المشروع الخبيث. وقد طغى هذا المشروع عندما وصلت النوبة به إلى محاولات الإساءة والتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من نفس النصوص الدينية التي جاء النبي صلى الله عليه وآله بنفسه ليؤسس من خلالها إلى رؤية صحيحة إليه كنبي وإلى الإسلام وإلى القرآن وإلى الأئمة وإلى كل ما يمت إلى هذا الإطار، الإطار التوحيدي بصلة مباشرة أو غير مباشرة. النبي صلى الله عليه وآله قد بلغ القرآن وجاء على لسانه الكثير من النصوص في سبيل ذلك، لكن أخطر ما قام به هؤلاء أن يحوروا مدليل تلك النصوص من أمر يحاول بوضوح أن يثبت مقامات النبي صلى الله عليه وآله وأن يجعل الأمور في نصابها إلى ما يقابل ذلك 180 درجة. نص ديني يأتي لإثبات مقام من مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله يحرفه هؤلاء ويحورونه إلى ما يؤتي نتيجة مؤداها معاكس تماما إلى النتيجة المرجوة من هدف إنزال ذلك النص. ومن أوضح تلك النصوص الشرعية القرآنية التي جاءت لتثبت مقام النبي صلى الله عليه وآله قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخر الآية. هذه الآية المباركة بالذات قد صارت موضعا لترديد الألسن الشق الأول منها، وذلك بغرض وهدف الخروج كما يدعون من الغلو في فهم شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وذلك بعد أن أسسوا إلى مبدأ عقائدي عام يقرؤون به الروايات تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلم عن النبي، ولا يحكمون مبادئ أخرى على ما يقرؤونه في حق النبي صلى الله عليه وآله انطلاقا من هذا الفهم المغلوط لهذه الآية المباركة، حتى صار المسلم
في كثير من الأحيان يستسيغ أن يسمع عن النبي صلى الله عليه وآله الكثير من الترهات والأكاذيب والتزييفات التي تبرزه مو كفرد عادي مثلي ومثلك، بل قد تبرزه في كثير من الأحيان دون الكثير من ممن توفر على الحد الأدنى من الإيمان والورع والتقوى. يجي مسلم يسمع رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يستزيغها تماما في حق من يدعي أنه المرسل من قبل الله عز وجل. ليش هذا؟ من وين جاي؟ جاي من هذه الرؤية التي أسس إليها هذا المشروع الخبيث، والذي يحاول أن يبرز النبي صلى الله عليه وآله في هذا الموقع الدوني للأسف الشديد، وانطلاقا من فهم يعتمد على مغالطات عدة ابتداء من الآية المباركة قل إنما أنا بشر مثلكم. فيأتي أصحاب هذا المشروع ليقرروا هذه الرؤية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله مهما بلغ في علو مرتبته، مهما كان سيدا للبشر، مهما كان من أفضل الأنبياء بل سيدهم ورئيسهم ورأسهم، إلا أن ذلك لا يعني في النهاية أنه معصوم أو أنه له مرتبة من مراتب القدسية التي تخرجه عن أن يصدر منه خطأ هنا أو زلل هنا. ما في منافاة، صحيح أنه محترم مقدس، لكن فيما يرتبط بمسألة التبليغ هذا كل ما نحتاجه. أما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله يسهى يلعن يسب يشتم، تصدر منه المحرمات، يسمع الغناء، يفعل كذا وكذا، كل هذا كله ما في مشكلة. ولذلك الشوفي يتلقى هذه الروايات الموجودة في تراثنا الإسلامي بشكل عام تلقي المسلمات، ويؤسس إلى ذلك بترديده لقوله تعالى قل إنما أنا شنو بشر. وقد رتب على هذه الآية الكثير من الآثار في حقيقة الأمر إليك أمثلة. طبعا عندهم مسألة، أصحاب هذه الرؤية تجاه النبي صلى الله عليه وآله عندهم مسألة مفروغ منها، يذكرها الإيجي في مواقفه والمناوي في كتابه، أنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم دليل صارخ واضح على أنه صلى الله عليه وآله بشر كبقية البشر، ومقتضيات البشرية كما تعلمون الخطأ، الزلل، السهو، النسيان، الغضب، الانفعال، الخروج عن حالة الاتزان وإلى آخره. نعم، غاية ما في الأمر أنه معصوم عن الخطأ والانفعال والزلل فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بأمور تبليغ الدين، وإلا فإن العقل يحكم باستحالة أن يخطأ في التبليغ، وإلا نقض الحكيم غرضه كما هو مذكور في محله من علم العقائد والكلام. لكن تعال معي إلى نفس هذه الرؤية، هل صحيح أن الآية المباركة التي تقول قل إنما أنا بشر مثلكم تحاول أن تبرز جانب البشرية في النبي صلى الله عليه وآله حتى تقول إنه بشر كبقية البشر يخطئ كما يخطئون ويغضب كما يغضبون أو لا؟ المسألة خلاف ذلك، يعني المشكلة كما ذكرت لها المسألة آثار ترتبت على مستوى العقائد، الكلام، الأخلاق، القرآن إلى آخره، حتى وصل الحد بهم لأن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جملة من الروايات والأحاديث التي تصب في تركيز هذه الفكرة. خذ مثلا أنه قيل على لسانه صلوات الله عليه وآله أنه قال إذا أمرتكم بشيء من دينكم أو في دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا شنو بشر. ويجيبون مواقف أيضا تصب في هذا الاتجاه، مثلا النبي صلى الله عليه وآله بحسب هذا النقل المزيف يقول أنه في يوم من الأيام مر على ناس يشتغلون في الزراعة وفي النخل، وعندهم طرق معينة وأصحاب الزراعات يعرفون، فالنبي صلى الله عليه وآله اقترح عليهم أمرا، فلما جاء وقت الحصاد مو فقط قل الحصاد بل أكثر من ذلك، ما أثمر النخل في تلك السنة،
اجوا الى النبي ما اثمر النخل في هذه السنه؟ قال عجيب، انما انا بشر شرور مثلكم، يعني سامحوني. زين بحسب هذه الرؤيه يعني قاعده تعطي امر غير عقلائي البته. انا جاي الى واحد متخصص يشتغل في شغله واتدخل فيه ولو يطاوعني بعدين شنو يخسر، واجي اقول له يقول انا بشر. زين ليش تتدخل من الاساس؟ ليش تبدي رؤيه في امر لا ليس لك فيه؟ كلها راجعه وكلها مقبوله عندما تقبل رؤيه انما انا بشر شنو مثلكم. بعد اكثر من ذلك ايها الاحبه، يقول ابن حجر العسقلاني بعد ان اورد جمله من الروايات المنسوبه الى النبي صلى الله عليه واله في لعن اثنين، وهذه من المسلمات عندنا، الحكم ومروان ابن الحكم، هذين الملعونين على لسان النبي صلى الله عليه واله، صدور اللعنه في حقهما من رسول الله امر مفروغ منه لا يناقش فيه احد. لكن وين يناقشون؟ لاحظ هذا ابن حجر بعد ان اورد هذه الروايات بعده طرق هو يقبلها، ياتي في نهايه الامر ليقول: وان صدور اللعنه في حقهما او لعنتهما منه صلى الله عليه واله لا تضرهما في شيء. عجيب، واحد النبي يلعن شلون ما يضره؟ يقول: لانه تدارك ذلك فيما قاله من احاديث اخرى كقوله: انما انا بشر اغضب كما يغضبون، فايما رجل لعنته او سببته او شتمته فقد سال الله سبحانه وتعالى ان تكون له طهاره وزكاه وكفاره. يعني الان اي واحد يلعن النبي هو ما يستحق اللعنه، في لحظه غضب هالشكل يلعنه، معنى ذلك انه تكون لذاك شنو منقبه ماثره، يكون بدل ما يكون ذنب يكون مدح، انه ليش صافعت زاكي وقد كفرت ذنوبه وصار طاهرا عندما لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ شنو المغالطات هذه اللي من الممكن ان تقبل وان تسلم كل رجوعا الى شنو؟ قل انما انا بشر مثلكم. السؤال: اليس من حق هؤلاء ان يلتزموا بهذه الرؤيه تجاه النبي صلى الله عليه واله بعد ان صرح بها القران؟ يعني لماذا نعاتب ونلوم هؤلاء عندما نحن رؤية نريد أن نسقطها على شخص النبي صلى الله عليه وآله؟ شنو اللوم الذي يقع على أمثال هؤلاء بعد أن صرح القرآن ببشرية النبي صلى الله عليه وآله، بل حصر كما هو ظاهر الآية حصر شخصية النبي في بشريته عندما قال إنما، وهذه من أدوات الحصر كما يقول علماء البلاغة، إنما أنا شنو بشر مثلكم. فلماذا يلام هؤلاء ويتهمون بأنهم أصحاب مشروع تدميري يحاول أن ينال من قدسية رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس في ذلك شيء من الاتهام غير المنصف؟ نقول لا. ليش؟ لأن تعال لاحظ سياق الآية خصوصا مع ملاحظة سبب النزول. إذا تطلع على سبب نزول الآية راح تقرأ الآية بنظرة أخرى تام بشكل تام بعيد كل البعد، كل البعد عما يحاول هؤلاء إثباته. يعني عندما تقرأ هذه الآية في سياقها وتلحظ سبب نزولها سوف تنظر بشكل واضح أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وعصمته وخصوصيته واستثنائيته عبر هذه الآية، خلافا لما أراد هؤلاء أن يثبتوه بالعكس تماما من مؤدى الآية. لاحظ يقول المفسرون في سبب نزول هذه الآية المباركة: جاء عبد الله ابن أبي أمية المخزومي وقد كان من أفصح العرب وأبلغهم بوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ادعى نبوته الشريفة، فقال له: يا محمد صلى الله عليه وآله لقد ادعيت شيئا عظيما، ادعيت أنك رسول رب العالمين، ولا ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون له رسول مثله. ليش؟ يقول: تأكل الطعام
وتشرب كما نشرب وتمشي في الأسواق. شلون تكون نبي وانت تاكل مثل ما ناكل وتشرب مثل ما نشرب وتمشي في الأسواق؟ إذن أنت بشر مثلنا يحتاج بدنك للماء وتحتاج للأكل وتحتاج لأن تمشي في الأسواق من أجل أن تقضي حاجات بدنك، فكيف تكون رسولا نبيا من عند الله سبحانه وتعالى؟ ميت ميت بمقام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يتخذ بشرا رسولا. إذا الآية المباركة كما تلاحظون جاءت في سياق الرد على هذه الشبهة التي ألقيت على رسول الله صلى الله عليه وآله آنذاك في بداية الدعوة. أسألك شنو مفاد الإشكال الذي ألقي على رسول الله؟ أنه شنو؟ أنه بشر، فإذا كان بشر شلون يكون نبي؟ هذا مفاد الإشكال. أراد المشركون أن ينفوا نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال كونه شنو؟ بشرا. هذا هو مفاد الإشكال وأساس الإشكال. زين الآن اقرأ الآية. قل إنما أنا بشر. اسكت. وش الجديد اللي استفدته؟ ما استفدت أي جديد، بالعكس الآية جاءت لتكرر إشكال من؟ إشكال المشركين. الآن إذا قال النبي إنما أنا بشر مثلكم وسكت، هنا جاب شيء جديد؟ وهذا هو الإشكال، هو السؤال، شلون تكون بشر وتكون نبي؟ فكيف يكون الجواب بمفاد الإشكال؟ هذه هي المصادرة اللي تذكر في المحافل العلمية. أجيب نفس الإشكال أو شيء ناتج من الإشكال وأكرره وأقول هذه إجابة، ليست إجابة. المشرك جاي يقول لي أنت بشر، فيجيبه قل إنما أنا بشر مثلكم، إذا أعطيته ما أراد وأقررت له بالإشكال، وليس هذا هو المراد. إذا نحتاج أن شنو؟ أن نكمل الآية حتى نعرف أن الآية المباركة جاءت من أجل التركيز على الشق الثاني مو على الشق الأول. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن شنو؟ يوحى إلي. إذا المسألة كل المسألة في وين؟ في مسألة الوحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله حسب ما ورد في النقل يجي يقول لهم أنه رد عليهم بالتالي: ألا ترى كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أعز بعضا ووضع آخر وأصح بعضا وأسقم آخر وأغنى بعضا وأفقر آخر وكلهم بشر يأكلون الطعام؟ يقول هذه خصوصيات للناس، هذا جميل وهذا قبيح، هذا غني وهذا فقير، هذا شريف وهذا وضيع، هذا مثلا صحيح البدن ذاك سقيم البدن، كل هذه خصوصيات استثناءات تكون في فلان دون فلان، ولكن هناك جهة اشتراك بين البشر أجمعهم أنهم من حيث البعد المادي يحتاج بدنهم للأكل وللشرب ولقضاء الحوائج البدنية المادية. وجود جهة الاشتراك لا يعني عدم وجود جهات افتراق بين البشر، فإذا كان الأمر كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان بشرا مثل البشر من ناحية المادة، من ناحية أصل اقتضاء هذا البدن، الأكل، الشرب، قضاء الحوائج إلى آخره، ولكنه كما يتميز بعض البشر على آخرين بالجمال وبالصحة وبالسخب وبالشرف والوضاعة، فكذلك تميز رسول الله صلى الله عليه وآله على بقية البشر بأنه شنو؟ يوحى إليه. وتعال شوف هذا الفرق، ماذا يعني أنه يوحى إليه؟ يعني ذلك اتصاله بعالم الغيب، يعني ذلك سعة وجودية هائلة، طاقة استيعابية، قدرة هائلة على التلقي من منبع الوحي وهو الله سبحانه وتعالى. لأن أكو بعض الناس يفكر أن النبي إذا كان نبي يعني شنو؟ ينزل الملك يتكلم وياه مثل ما الآن أنا أتكلم وياه، شنو الخصوصية؟
إذا أنا أتكلم وياك عن صلاة خصوصية أو نفس ما أنا أتكلم وياك بعد جبريل يجي يتكلم ويا النبي، شنو المشكلة؟ قل لا. مع ملاحظة روايات الوحي نلاحظ أن الوحي استثناء من نوع خاص لا يتمكن منه إلا من توفر على خصوصيات روحية عالية جدا لا يتمكن غيره أن يصل إليها. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ذكر عيسى وآدم وموسى وغيرهم من أنبياء حتى أولي العزم، من هم أفضل أنت أو فلان من الأنبياء؟ يقول أنا ولا فخر لأن كذا وكذا ويجيب الدليل. لكن عندما يسأل من أفضل أنت أو محمد يقول ويحك، إنما أنا عبد من عبيد محمد. صلى الله عليه وآله ويشوف نفسه عبد من عبيد النبي صلى الله عليه وسلم. مقام الخاتمية والوحي مقام وجودي حقيقي تكويني يبرز من خلاله النبي صلى الله عليه وآله كشخصية تميزت من خلال بعدها الروحي، تمكنت من أن تصل إلى هذه السعة الوجودية الهائلة من أجل أن تتلقى الوحي من قبل الله عز وجل. أن يكون هناك خط ساقم مباشر مفتوح بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا الاستثناء هو الذي مكنه من أن يصل إلى مقام النبوة. ولذلك الآية المباركة جاية حتى ترد هذا الإشكال فتركز على هذا الجانب. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإنما هنا ليست من أجل حصر النبي صلى الله عليه وآله في البشرية. الآية عندما تقرأ في سياق ردة الفعل غير عندما تقرأ في سياق الفعل نفسه الابتدائي. مو النبي جاي يخبر عن نفسه أنه بشر، وإلا أينا ينكر كون النبي صلى الله عليه وآله من البشر؟ ما هو أحد ينكر ذلك حتى المشركين أنفسهم. ولكن الآية جاءت من أجل بيان الشق الثاني. قل إنما أنا بشر صحيح، ولكن شنو؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. المسألة كلها رجع إلى مسألة الوحي. وعندما يفهم النبي صلى الله عليه وآله من جانب الوحي ندرك مقدار عظمته صلوات الله عليه وآله، فتنسف رؤية التمحق في البشرية، وبالتالي يفهم أن النبي صلى الله عليه وآله مع توفره على هذه الميزة وهذا الاستثناء لا يمكن إلا أن يكون شخصا عظيما معصوما في كل الجوانب. ولذلك هو الذي قال إنني تنام عيناي ولا ينام قلبي. القرآن نفسه يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلماته حركاته سكناته نومه يقظته كله علم في ذات الله سبحانه وتعالى. هذا هو شخص النبي كما نقرأه في النصوص الدينية. أنتقل بعد ذلك معكم لقراءة المولد الشريف، وصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. قال الراوي عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات صلى الله عليه وسلم.
سبع كل غار، ورميت الشياطين بالنجوم، وقالت قريش هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتاب يذكرونه. وأصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول وأصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد النبي، ليس منها صنم إلا وهو منكب على وجهه. وارتجس في تلك الليلة إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وغاضت بحيرة ساوى وفاض وادي السماوى، وخمدت نيران فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. وانقسم طاق الملك كسرى من وسطه، وانخرقت عليه دجلة العوراء، وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز، ثم استطار حتى بلغ المشرق، ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا، والملك مخرسا لا يتكلم يومه ذلك. وانتزع علم الكهنة وبطل سحر السحرة، ولم تبق كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبها، وعظمت قريش في العرب وسموا آل الله عز وجل. يا مستمعين الكلام، صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. قال الواقدي: فلما أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله في بطن أمه 9 أشهر، أوحى الله إلى الملائكة في كل سماء أن اهبطوا إلى الأرض، فهبط 10,000 ملك، بيد كل ملك قنديل يشتعل بالنور بلاد، مكتوب على كل قنديل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقرأه كل عربي كاتب. ووقفوا حول مكة في المفاوز، وإذا بهاتف يهتف ويقول: هذا نور محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد هذا نور محمد رسول الله. قال: فورد الخبر على عبد المطلب فأمر بكتمانه إلى أن يكون. قال الواقدي: فلما كملت 9 أشهر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد إلا من موضع إلى موضع، يبشرون بعضهم بعضا. فلما تم للرسول صلى الله عليه وآله 9 أشهر، نظرت أم النبي إلى أمها وقالت: يا أماه، إني أحب أن أدخل
أدخل البيت فأبكي على زوجي ساعة وأقطر دوا وأقطر دمعي على شبابه وحسن وجهه، فإذا دخلت البيت وحدي فلا يدخل علي أحد. فقالت لها ادخلي يا آمنة فابكي فحق لك البكاء. قال فدخلت آمنة البيت وحدها وقعدت وبكت وبين يديها شمع يشتعل وبيدها مغزل وعلى مغزلها فلقة من عقيق أحمر. وآمنة تبكي وتنوح إذا أصاب مطر، فوثبت إلى الباب لتفتحه فلم ينفتح فرجعت إلى مكانها. يا مستمعي الكلام، انشق السقف ونزلت من فوق الأربع حروريات وأضاء البيت لنور وجوههن. وقلن لآمنة لا بأس عليك يا جارية، إنا جئناك لنخدمك فلا يهمنك أمرك. وقعدت الحوريات واحدة على يمينها وواحدة على شمالها وواحدة بين يديها وواحدة من ورائها، فهومت عين آمنة وغفت غفوة وما انتبهت إلا وهي قد وضعت رسول الله أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. التوبة الرابعة
نغنيهم يعني عتبة الجنة.